هل كنت متخيله او متوقعه ولا لا غناك امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انا كنت في بتمنى، المنصورة الجديدة؟ يعني انا كان جوايا حاجه بتقول لي ان انا نفسي اعمل ده، نفسي ان انا اقف قدام سياده الرئيس واغني ومصر كلها تشوفني طبعا. فكان جوايا احساس كده بيقول لي هيحصل في يوم من الايام، بس ما تخيلتش ان هو هيحصل على طول كده. مش بالسرعة دي. بس كنت طبعا مبسوط جدا، كنت مليان بالحماس والطاقه، كنت حابب جدا ان انا ابقى موجود في المكان ده قدام سياده الرئيس وقدام مصر كلها في افتتاح طبعا المنصوره الجديده. فبجد كان الموضوع بالنسبه لي فارق معايا نفسيا جدا. أكيد أكيد. عبد الرحمن أنت نورتنا واتبسطنا معاك جدا جدا النهارده، للأسف الوقت جري معاك بسرعة جدا، بس إن شاء الله تبقى منورنا في حلقة تانية برضو ونسمع إن صوتك شاء الله. الحلو ده وتمتعنا بيه. إحنا بنشكرك جدا، بس هنختم بقى معاك طبعا، إحنا مش هنختم مروحين، بعد الفاصل إن شاء الله يكون منورنا المستشار أحمد فوزي حجازي لكل حد عنده أي استفسار قانوني، بس نخرج الفاصل بقى بحاجة تسمعها لنا أخيرة. حاجة فريحة بقى. حاجة فريح حاجة فيها بقى جيتار بقى وحركات تيك تيك، عايزين شغل كده. انا كنت اغني حاجة لعبد الرحمن محمد، بس ماشي اللي انت عايزه، مش عايزين نخصبك على براحتك. حاجة.